شي كنت بحال اللي كنتزير كنمشي عند واحد المرأة كتبات لي كنت كدبح لي ديك حمر كدير لي الدم كترشمي. كنت صغيرة داك الوقت ما كنعرفش يعني شنو هو اصلا هاد الشي كامل، كنعرف انني كنضطر خصني نداوى وصافي. بقيت شي 3 سنين هكداك، ديك الوقيته ديما اللي كنفوتها ديال بحال هاد الوقيته ديال الشعبان داك الدم كيخرج مني. هي كانت كتقول لي فيك حمو، هو اللي كيبغي الدم هو اللي كيدير لك هاد الشيء. وقعوا لي مشاكل طلقت وهذا، كانت مات ديك المراه. جيت لوجده كنقلب فين غادي نداوي، وراوني واحد السيده هنا وجده. مشيت دخلت عندها غير شافتني قالت لي انت عندك جن عاشق فيك حمو هذا. انا بداك الحاله وداك الاخر كتقول لي ربي، يعني هاد الكلمه اللي كنت قلت لها داك الوقت، قلت لها شوفي الله يجازيك بخير انا راه ما كنعرفش هادشي دابا، شوفي الحاجه اللي تصلح لي نديرها غير ما نبقاش في هاد الحاله هكا ديما مريضه ديما طايحه. قالت لي غادي نقطع لك يعني بداك الخدمه ديالها اللي ما فهمتهاش انا ديك الوقيته، حتى فاتت عليا عاد فهمتها. يعني قالت لي غادي نقطع لك غادي نحيد لك هاد الجن العاشق بداك الخدمه ديالها، هي غادي نحيدوه. قالت لي خصك تجيبي جدع حمر واحد المبلغ ديال الفلوس عطيته لها. ديت لها فعلا داك الشيء، قالت لي ما غاديش يبقى هذا الجن لي، ما غاديش تبقاي تحسي به كيجي عندك في الليل ولا يدير لك عكوسات في حياتك ولا شي حاجه. صافي ديت لها داك جدع حمر، عطيت هذيك البركه اللي قالت لي. مشيت حضرت في ديك الذبيحه ذبحت، عطات لي واحد الحنه قالت لي غادي تدي هاد الحنه غادي شويه غادي تشربي منها وشويه غتبخري بها وشويه غتغسلي بها، وراه ما من دابا 3 ايام ما غاديش يبقى يجي هاد الجن العاشق عندك في الليل ولا يديرونجيك ولا يدير لك شي حاجه في حياتك ولا هذا. صافي راه حنا عطينا له حقه غادي يمشي هكذا، يعني وفهمتني الفكره ديال الخدمه ديالها. فعلا درت داك الحنه، فعلا دازت 3 ايام ما بقاش داك الشيء حسيت به ولا داك الحاله ما بقاتش. انا اللي ما كنتش عارفه، يعني هي دخلت دارت واحد الخدمه ديالها وامام طون استغلتني في واحد في شي حوايج. انا موراها بقيت كان بالعربيه بحال اللي تسجنت، تبدلت في طبعي، تبدلت في خدمتي، تبدلت في كل شيء، يعني حياتي تقلبت. كنحس براسي مبلعه بحال اللي شي حد كيتحكم فيا ماشي انا. منين كنمشي عندها كنقول لها انا راه ما بقيتش كي كنت، يعني ديك الحيويه وداك الشيء، واخا كان داك الجن العاشق كنت مره نطيح مره نوض مره هادي مره هادي، ما كتفهمني حتى حاجه. مره كتقول لي سير زوري في مكناس ها فين في عيشه تما وهذا، مره تعطيني حاجه تقول لي بخري بهادي غادي صافي انا غادي نخدم عندي شي حاجه ما غاديش غادي يرخف عليك الحال. المهم ما كاين حتى نتيجه، انا زايده غير كنطيح يعني ماديا ومعنويا وكلشي. بقيت هكداك الشي عام، كل مره كنرجع عندها لدرجه انه بحال دارت لي النسيان ما بقيتش كن. ومع ذلك الشي هادشي كامل راه ما عرف شحال مليون اللي دات، شي 4 المليون في هادشي. غير قريت 8000 درهم، قريت 3000 درهم، راه خصك هادي، راه خص اللبان الحر، راه خص اللبان الذكر، راه خص العود الحر، راه خص. شت لي عندك راسي في التالي ما كاين حتى شي نتيجه والفلوس كتمشي وانا هي انا. صافي بحال اللي جبدت راسي عليها، شت بحال اللي حسيت بشي حاجه ما ماشي هي هذيك. جبدت راسي عليها مشيت عند واحد السيده في بركان وانا في ديك الحاله. دخلت عندها بحال هكذا غير شافت فيا قالت لي بنتي انتي، قالت لي عند من كنتي داوي قبل؟ قلت لها عند واحد السيده راه ماتت ولكن داويت عند واحد السيده في وجده ها فين ها فين. قالت لي شنو دارت؟ قلت لها اش دارت لي اش دارت لي الدجاجه كحله. لا كانت هي ذبحت لي الجدع الاحمر وهي كتخدم كتذبح، كتقول لك ديما الذبيحه ديالها خصك كدير جدع كحل، هي كتقول لك كتخدم انت دارت لك جدع حمر. واه هذيك اللي غادي توقدني اول مره، ولكن انا ذاك الوقت ما كنتش معمقه في هذا الدومين ما فهمتش. ملي مشيت عند داك السيده البركان قالت لي انا ما غادي، قالت لي حسبي الله ونعم الوكيل. قالت لي انت في صحتك الخدمه راها تخدم بيك. قالت لي وانا بنتي ما غادي عندي ما غادي ندير لك. قلت لي هي راه حاطه يدها بحال اللي نقولوا راه دايراك مدخلاك عندها، سيري عندها هي لعل وعسى قولي لها هذا الشيء وشوفي معها تفهمي معها هي. انا ملي شفت داك الشيء بحال اللي خفت، بقيت كنقول فين غادي نرجع، هذه اللي دايره بيا هذا الشيء. وبقيت رغبت ديك المره كنقول لها ودابا شوفي كي ديري سلكيني انا من هذا الشيء. بقات ديك السيده كل مره كتعطيني حاجه، المهم
منين كنتزير كتعطيني غير شي حاجه هكذا ولا دير لي شي حاجه كنخفاف ونكون مزيانه، كنقول انا خلي راه غيجي واحد النهار ربي غادي الامر، ربي غادي يهز البلا من عنده. العام اللي غادي نتزير دازت شي 3 سنين ولا 4 سنين، محمد اخويا فين ما نمشي كيقولوا لي سيري عند السيده اللي خربات فيك قبل. تصور انني مشيت عندها لقيتها بيومين قبل مور ما قبل يومين قبل النهار اللي مشيت عندها، يومين قبل مشات للعمره وانا كنت سايقه الخبر، وانا شنو كنت دايره في نيتي؟ قلت غادي نمشي عندها غادي نقول لها راكي ماشيه لبيت الله، الا تخافي على راسك وراكي ماشيه تمحي ذنوبك حيدي لي هادشي اللي راكي دايره. ولا مشيت ما لقيتهاش، بقيت هكذا قلت خلي ربي غادي يجي واحد النهار نطلب الله ما ندخلش انا كاع على راسي هادشي. واحد الليله جالسه وانا كانت فيا واحد، لان انا كنت بحال بقيت هكا كنت انا محمد اخويا بلا ما كنحس كنمشي نذبح جدع كحل، ملي كنتزير ونمرض ونطيح نمشي نشري جدع نذبحو كنصدقو في سبيل الله، كان هكذاك في ميكات كنعطيه للناس كنمدو كنقول صدقه عليا وانا ما كنتش كنحس، فهمتني؟ يعني انا داخل انا فيا شي حاجه ماشي ديالي. بقيت هكذاك واحد المده، واحد الليله يدي بدات كتكتب، هذه اليمنى جالسه انا في الطرف الليل يدي بدات كتكتب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. هذه انا داك باش انا يدي تكتب جاتني شي حاجه، يعني ما كنفهمش في هذا الشيء ما كنعرفش، جاتني شي حاجه اللي مغير بحال راه ما عرف شنو صرا لي ولا تخلعت. موراها بديت كنقلب فين نمشي، يعني يدي كتكتب كيتكتبوا لي شي حوايج، شي حاجه ديال فيا كتهضر معايا بيدي، يعني كنسقسي اسئله هكذا كنلقى الجواب في يدي كتكتب ويدي لا اراديه. مشيت عند واحد السيد الله يجعل ربي هنايا نقول هذيك اللي دارتو فيا هذيك راه يمكن شويه على اللي داروا فيا هذاك السيد. واحد كيقول لك راه ما كيدير الرقيه، ولكن هو حاشا ولله هذاك واش يكون يدير كاع الرقيه ولا عنده علاقه بالرقيه ولا بالقران. دخلت عنده شرحت له هذه الحاله ديالي كيما هكا اخويا، انا اش كيوقع لي اش كيوقع لي راه ها شنو درت قبل، ولكن راه والبارح في الليل راه يدي بقات كتكتب ها شنو عنده، عطاني ستيلو هكا بقات يدي كتكتب بوحدها. عطاني واحد ثلاثه د الحجوبه، عطاني واحد كبير وكيخدم بقول هو الله احد فيه في الوسط، عطاني حجاب كبير قال لي هذا غادي تشربيه وكتبو راني عاقله واش عرفتش داك واحد اخر عطاني قال لي هذا غادي تدهني به، واحد قال لي غادي تبخري به، وثلاثه كبار هامرين. انا درت النيه قلت ما با ربي غادي يجيب الشفاء، يعني هذاك الغلط انا اللي درت في الاول انني يا محمد اخويا ما سقسيتش عليه، كان خصني نسقسي عاد تمشي عاد نمشي. انا ما سقسيت نهائيا، ما يعني ما كنتش كنعرف بان كاين هاد الشيء ويقدر يلعبوا بيك ويقدروا فهمتني. انا مشيت بنيه الله، ما عنديش شي نيه ولا شي سوء نيه ولا كيما دابا اللي غادي نفهم نقدر بنادم كنسقسي عليه عاد نمشي ندير الدواء عنده ولا نمشي هكذا، واللي كان كيقولها لي كنت كنديرها ما كنناقش. كيقرا عليا المهم درت داكشي، قال لي 3 ايام مرضت ما دكدكت مع هذا، 3 ايام رجعت له بقى معايا، بدا معايا في العلاج، دينا سيدي في العلاج. في الاولى ما كنتش كيقرا عليا ما كنتش ما كنطيحش، يبقى واحد المره جلس جوج سوايع وهو يقرا عليا، موراها بدا كيعطيني بزاف كتبه نشربها نفسها غير هذيك، قال لي باش هذا الشيء اللي فيك يتهد باش نقدر يطلع نشوفوا شنو كاين، نهضروا معاه ونشوفوا شنو كاين. بقى كيعطيني غير هذا الشيء ديال زعما باش يدقدق داك الشيء. هذيك هي، هو كانت عنده يعني هو معروف عنده واحد السمعه خايبه هنا في وجده، وعنده يمكن حتى داك الله اعلم داك الجن اللي كيخدم به زاني، يعني هذيك هي الطريق. لان انا من بعد منين بقيت كنسول الناس وناس اللي حتى هما صرا لهم نفس المشكل اللي صرالي، راه ماشي غير انا، راه ست الناس اللي تلاقيت معاهم ديال البنات اللي صرا عليهم جنسيا يعني كيمشيو عنده على اساس يعالج ويداويهم. وكتغيبه محمد اخويا زعما حاولي توضحي المساله جيد. كيبدا يقرا عليك كيدير يد، هو بعدا اصلا في الاولى فاش كيشدك كيقول لك وقفي، كيدير هاد الصبع كيديرو هكا في لسانو كيشد لك من صبعو هكا نيشان كيحيد منها حوايجك كيحشي لك صبعو في السبابه ديالو في لسانو في صرتك كيخشيها يعني في اللحم هكا في اللحم من صبعو لحمك كيقول لك باش نقدر نعرف هاد الجن يتحكم فيه. كتكوني انت واقفه كيبدا يحرك فيك، كتبدا تحركي لا ارادي كيبدا يسقسي
واش نتا جن واش رجل ذكر ولا انثى، الى ذكر دور منا مهم كتبقى كيبقى يتحكم فيك يدورك يمينا وشمالا وبعد المرات منين يكون الاخر ترجعي للور حتى غادي طيحي هو قابض لك داير صبعو تما. وهذيك تحسي بالعافيه وهاد القضيه في كل شيء دازو هادو كاع البنات اللي كنا نمشيو كنا نداويو مع عدد دوك العيالات الكبار ولا ما حنا كل شيء نفس نفس الطريقه. يعني البنات الصغار يدير معهم هاد الطريقه والعيالات الكبار لا. انا داك الوقت ملي ما كنقول يمكن هذاك هو الدواء يمكن هذيك هي الطريقه ديالو واه يعني راه شنو كنقول كنقول كيدير هادشي بحسن النيه. المهم انا عندي هو الشفاء هو العلاج النتيجه. وصلتك اللحظه النهار اللي دار داك القضيه ديال انه كيقرا عليك كيشدك ويدير يقبض هكذا كيدير يدو هنا على الجبهه ديالك ويبقى يقرا يقرا حتى كتغيبي. انا لقيت راسي انا من هاد الضحايا اللي نعس معاهم. لان انا من حتى البنات الاخرين نعس معاهم حتى كلشي. ان انا وواحد السيده صاحبتي تاعي هذيك السيده طلقت حيت نعس معاها وغيبها طلقت راجلها طلقها كي دار عرفها بلي نعست معاها. ماشي وقع لها مشاكل اللي ملكها جن موراها في مو كنا نمشيو نديرو الروكي ونداويو منين يهضروا فينا كيقول له انا ميمون نتزوج بها من عند فلان من عند فهمت كي كيوقع. السيده مسكينه وقع لها مشاكل كبيره موراها جلست عام ولا طلقت كتبقات حتى هي نزنا معاها حتى هي غيبها ونعس معاها حتى هي وواحد اخر. يعني انا منين بقيت كنسول لقيت هذيك هي الخدمه قال لك هذيك هي الطريقه ديالو اللي باش داك الجن اللي فيه كيخدم معاه لدرجه انه شي حوايج اللي عندك شفتهم عنده في الدار ما تصورهمش. يعني انا بديت في ذاك الوقت دابز الثانويه وعايرته في دارو وهوت عند الناس قلتها لهم. يعني ماشي نقولوا سكت يعني ذاك الوقت انتقم مني مزيان. فهمتك يعني كنتي دافعتي على حقك انتقم مني. كي هضرت وقلتها يعني ما حشمتش قلتي هضر نعس معايا مكره غيبني ونعس معايا قلتها صافي. بقيت موراها بشي سيمانه يعني داكشي اللي طرا فيا ما نتصوركش. وكان كنت يهوديه ما غاديش بنادم غادي يقلبو يحن يقول ما نديرش داكشي راه اليهودي وما ديرش فيه داكشي اللي داروا فيا داك السيد. وتصور موراها كان طيح وكان مرض وكان داير لي بحال التمر شي نهار كامل كنشرب في الدوايات كنشرب في حاله لا يرثى لها ماشي هبيله بلا عقل. يعني واحد الشيء ما تصوروش كي داير جاهد فيا واحد الجهاد ديال 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 اليهود. يعني ما يمكن داكشي ما يتصورش. وكان مشي واخا هكا كان كيهزوني وكيديوني عنده ياك الجن اللي فيك يديوني عنده ويقبض محمد اخويا هاد الصبع ديالو يدير فيه يدخل فيه هذا كيحطوا لي في هاد البلاصه هنا من لحمينيش هنا وعلى لحمك كيقول لي راني كنكوي راه هاد الجنيه كتقفك راني كنكوي هاد الشيء نكويها باش تموت. شتي مين كيحط بحال اللي كيحط لي العافيه اللحم ديالي نغوت. يعني داكشي غير بهذه الطريقه كتغوت غير بهذه غير كيحط هذا هنا العافيه لانه هو كيقول لك عنده في هذا العافيه. يعني عنده شي كيقول لك انا يعني هذا الصبع عنده فيه العافيه هذا فيه كذا هذا فيه كي عنده اللي كيذبح عنده الصبع اللي كيذبح زيد. بقيت في ديك الحاله شي سبع شهور وانا ماشي امن حتى النهار اللي وراوني واحد الناس اخرين مشيت عاود عندهم على اساس غادي نتنقد. طحت في ناس اللي هما اش غنقول لك اكفس منه اكفس منه بطريقه اخرى. يعني عاودت لهم هذا الشيء قلت لهم فوالا شنو وقع لي وهاش وقع لي مع هذا السيد دابا راه فيا دخل فيا جنيه يهوديه. يعني اللي راه دايره لي التمريض واللي دايره لي العكوسات ومني كنت كنطيح وكتهضر فيا هاد الجنيه كتقول لهم خدم بقول هو الله احد بالمقلوب هو باش دخلات فيا لانه هو معروف كيخدم بالجنابه في القران وهاد الحوايج معروف بهم. يعني الصغير والكبير عارفوا في وجده. ملي مشيت عند هاد الناس باش نداوى ما لقيتش الدواء. يعني لقيت واحد بطريقه اخرى غير ما اداوش بواحد الطريقه ولكن استغلوا في واحد الجانب وانا صدقت ضريت في ذاك الجانب. صافي من هادوك ما زدتش لعندك وليت ندير الرقيه في الدار بوحدي وصابره كنقول كنطلب ربي. يعني من هادوك الناس هادوك من بعد اتضح انهم عاود عندهم شي حوايج اخرى داخلين في شي حوايج ديال فهمت شي حوايج عندها علاقه بشي حوايج اخرى. يعني هما كيقول لك كيداوي في سبيل الله واحد السيده هي وراجلها
بصح ما جانيش داك ماشي داكشي ماشي في سبيل الله. داكشي تما عاد تكملت بحال واش هو كان دخل فيا شي حاجه ديالو، لان هو ديك الوقيته ظهر يعني الخدمه راه كي قلت لك ديك المره راه ما تلقاش تور هكا، ما تلقاش بلاصتك صافي. تما ما بقاتليش تمنو من هاد الناس اللي زدت مشيت عندهم وشت هذيك السيده الاولى ما بقاتليش. كنت كندير رقي عند واحد السيد الله يعمرها دار زعما هذاك تا هو خير وما ننساش، حتى لي امام الجامع مسكين يعني على قدو دار معايا مجهودات صراحه، ولكن بحالي تغلب يعني ما قدرش ما عندوش درايه بهذا الشيء، ما عندوش. واخا مسكين دار معايا الطاقه ديالو زعما صراحه، راه كنت واحد الحالات اللي كيجي كل ليله تقريبا كل ليله يقرا عليا كل ليله يقيني كل ليله يخرج الجي ولا غدا ليه يجي يلقى داكشي نفسه. الله المستعان. الله يخلي الحق. امين. كملي. دابا هادشي انا اللي عندي شت هادشي كاع اللي دزت بها محمد اخويا شنو اللي هذا هادشي من هادشي بدا فيا من نهار هادو ديال لاخر من نهار اللي مشيت عند انني درت تحاليل كامله ديال الدم جوج مرات. شحال من طبيب شفتو كيقول لك ما عندوش هادشي الدم ديالك ما فيه حتى حاجه. واحد الطبيب اللي فهم الحاله قال لي بنتي واش عندك علاقه بالجين ولا بالصرع ولا بهادشي ولا كطيحي؟ قلت له واه. قال لي هادشي منهم. قال لي هما اللي بحال اللي كيطرطقوا لك العروق تحت الجن. كيطرطقوا لك العروق تحت الجن. واه. وانت قلتي لي كيخرج الجين من تما ومن رجليا نفس هذا الطاش الزرق. هذه المره اللي كانت فيا كانت كتخرج من هذا الصبع ديما تجبد لي يدي وتخرج من هذا الصبع. وهذا الصبع اللي في رجلي اليسرى منو تحت مني منو بقى كيدخلني الجين. زيد صافي. هادشي اللي كان يعني ما اش غادي نقول لك، نعيان عيان نشوفها محمد اخويا حسبي الله ونعم الوكيل. والله انا اللي يعني ما كانتش الحاله ديالي هكا شي، واخا داكشي كاع اللي كان في الاول كانت حالتي مزيانه. المشيه اللي مشيت عند هذاك يعني هذاك الشيء اللي درتو انا اللي خرجت على راسي. يعني في الاول ما تبعتش واحد الرقيه اللي هي شرعيه. شرعيه صدقت مشيتي تعالجي عند ساحر. صدقت مشيت نتعالج. السبب ديال هذا الشيء اسمه سحارة. ولكن صدقت زدت على راسي مرض اخر جين اخر حاجه واسحار اخرى، ولدرجه انه حتى محمد راه اللي كنت كنمشي نتعالج عنده لا هذاك ولا هذه هي ورجلها انا كنبقى ندير نفس الطريقه. يعني كيدخل فيا واش داك الجين ديالهم انا دابا هذا هو اللي حمق لي دماغي ما كنفهمش داك الشيء كي كيكون. كنولي انا كنت كنداويهم بنفس الطريقه ديال دوك الناس. فهمت كي كنوقع لي يعني زدت على راسي. السبب ديال هادشي كله الجهل. كل انسان يتعلم الدين ديالو ويتعلم العقيده ديالو. اكبر الناس اقبال على الرقيه وعلى السحر وعلى الدجل وعلى الشعوذه وعلى الطلاسم وعلى الذبح لغير الله وعلى زياره القبور والاوثان وعلى التبرك وعلى الشوافات والعرافات والضرب الخفيف الضرب الثقيل الضرب الكاطر المجمر الطبل. هادشي كله اقبل اكبر نقدروا نوصلوها ل 95% غير نساء وبنات. انا بغيت نتزوج نمشي نقعد لميمون، بغيت نمشي يجيونا الخطاب راجلي ما يهربش عليا خطيبي ما يهربش عليا نمشي نقعد الزهر والميمون مشينا. الله المستعان يعني اكبر الناس عرضه لهذا الشيء هذا. حتى محمد اخويا انا الخايبه انه واخا نقولوا ما كنكونوش كنعرفوا واحد الوقت وكنمشيو نلتجئوا لشي بلايص اللي ماشي في صالحنا. دابا كتلقى هذاك الساحر ولا هذاك الاخر كيزيد يزيد لك مرض اخر ويزيد لك جن اخر ويزيد لك حاجه اللي ما فيكش وتصدقي هزا حوايج اللي انت ماشي ديالك وحياتك كتمشي غير فهاد غير داك الشيء. هباء منثور. ماشي بنادم ما نقولوا ما يعرفش ولا ما يفهمش ولا ما لاخرش ما قدش يداويك ولا ما عرفش ولا ماشي يدخل فيك واحد الحاجه ما كانتش. كيستغلال كيستغلال. الى ها انت دابا المصيبه المراه براجلها نعس معاها صدقت طلقت. طيب يعني مادام يعني باش نكون واقعين مادام ربي فضحو انت زقيتي قدام الناس وقلتي راه زنا معايا ونعس معايا وانت شتي اشياء اكثر من هادشي يعني انت داري. قالها لواحد السيده كنعرفها قال لها السيده قالها باقي غادي تشوفي الا ما هبلت شوفي على انا محمد اخويا راه دار فيا واحد الوقت راه كنت حمقه كنعس بالكينات ديال الناس شي جوج كينات ديال النعاس وما كنعش في الليل كنشوف شي حوايج ما كاينينش كنهضر بشي حوايج ما كاينينش. تصور انه وصلت انني كان جوج مرات ولا ثلاثه غادي ننتحر. يعني علاش قلت لك مسيره ماشي مخيره دماغي كانت هذيك المره عندي في الراس
راه ما تصورش اللي قالتها لي، راه هي اللي كاينه، هي اللي كنديرها. الله المستعان.